لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، قوى شيعية تطرح الأغلبية لتمرير حكومة علاوي بسبب الاعتراضات. في صحيفة العرب اللندنية، شبه طلاق للحريري مع عون وتركيز على شد العصب السني. في صحيفة الزمان، تصعيد احتجاجي في بغداد والناصرية عقب اعتداءات جديدة على المتظاهرين. في كتابات، توافد أعداد كبيرة من العراقيين لدعم ساحة التحرير بعد غدر ميليشيات الصدر. في موقع عربي 21، مقتل متظاهر برصاص مجهولين وسط العاصمة بغداد. في القدس العربي، مسؤول أمريكي يعلن التوصل إلى هدنة 7 أيام مع طالبان. وفي العربي الجديد، إرجاء الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية والنهضة تحسم موقفها. السلام عليكم. ما يجري في بلاد الرافدين يفوق كثيرا ما سطرته الكتب عن الألم والعذاب والخسة وانعدام الوطنية، حتى تحول فتح جسر السنك سالت عليه دماء شباب بعمر الزهور انتصارا يتباهى به الببغاء عبد الكريم خلف، ويعلن أن حكومته التي لا صلاحية لها سوف تطارد المتظاهرين حتى وهم في بيوتهم، مقال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى. يكفي أن تطالع تصريحات خلف لتكتشف أن الضمير الوطني عند المسؤول العراقي مخطوف إلى حد مؤلم. فخلف يتحدث مرة أخرى عن عصابات، ويكرر الحديث الغرائبي عن التظاهرات، وينسى أو يتناسى أنه كان وقبل عام من هذا التاريخ يشتم الحكومة والبرلمان، ويطالب بقطع الجسور واقتحام المنطقة الخضراء ورمي السياسيين في التهم، وينتقل بين الفضائيات يصرخ من أجل ورقة ب$100. حالة اللاوطنية بالتعامل مع ضحايا جسر السنك بلغت حداً غير مسبوق في تاريخ الإساءة لشباب التظاهرات في محاولة يائسة للنهش من سمعة المعتصمين بطريقة أقرب إلى اعتبارهم كائنات مستباحة في إطار المشروع الخلفاوي لتشويه الاعتصام وتصوير المتظاهرين وكأنهم مجموعة من مصاصي دماء. تلعب الجسور دوراً كبيراً في حياة الشعوب، وأنا أقرأ أخبار جسر السنك تذكرت رواية اليوغوسلافي الكبير إيفون دريتش جسر على نهر درينا، وكيف تسبب هذا الجسر بإراقة دماء المئات. فالحاكم الذي أمر ببنائه كان في منتهى البطش والقسوة، فرض على السكان كل أنواع السخرة والعذاب، بما في ذلك إقدامه على إعدام من اعتبرهم مخربين مثل ما يريد اللواء عبد الكريم خلف أن يفعل. كان اليوغوسلافي جوزيف تيتو يقول: شيئان لا يمكن استيرادهما، الوطنية والجيش. ولهذا سوف يذكر التاريخ أن بلداً مثل العراق يخوض سياسته حرباً لتشويه سمعة أكثر من 600 شهيد، ليقول للعالم إنه لا قيمة لحياة الإنسان وكرامته. إن الأبواق التي تشيطن سمعة شهداء انتفاضة تشرين هي ذاتها التي تسعى بكل جهد لإسقاط الوطن من ذاكرة العراقيين. الميليشيات هي قوات مسلحة غير رسمية، من أهم واجباتها فرض إرادة أصحابها بقوة السلاح على الآخرين وتصفية المعارضين لها جسدياً ومعنوياً. هنالك اليوم أكثر من 150 ميليشيا، منها 100 ميليشيا غير رسمية في بغداد وحدها، كما ذكر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. وغالبية هذه الميليشيات تمتلك الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، وهي مدعومة من قوى متنفذة ومشاركة في العملية السياسية. عن دولة الميليشيات في العراق كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21.
المدهش أن جميع رؤساء الحكومات وزعماء الميليشيات البارزة يتحدثون عن ضرورة ضبط السلاح بيد الدولة، الأداة البارزة لتهديد السلم المجتمعي وضياع هيبة الدولة. ولا ندري من يمتلك تلك الميليشيات، إن كان هؤلاء جميعا يتحدثون عن ضرورة ضبط السلاح بيد الدولة. غالبية الميليشيات لعبت دورا مخجلا بعد تفجير سامراء، إذ قتلت أكثر من 30,000 مواطن بريء بحجج مذهبية وطائفية، والتزمت حكومات إبراهيم الجعفري ونور المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي الصمت إزاء جرائم الميليشيات المستمرة حتى الساعة وبأساليب متنوعة. من أهم ثمار ثورة تشرين في العراق بروز لحظة متطورة وربما كانت بعيدة المنال، ألا وهي بداية أفول نجم الميليشيات. وتعد الاعتداءات الميليشياوية على المتظاهرين من أقوى عوامل ضعف هيبة الميليشيات في الشارع العراقي، وكشفتها على حقيقتها وبأنهم ليسوا مع الحراك الشعبي، وإنما هم يطبقون أجندات أجنبية. التطور الأهم والأبرز تمثل في هتافات شباب تشرين ضد زعماء ميليشياويين كانوا حتى الأمس القريب ضمن الخطوط الحمر ولا يمكن الاقتراب منهم. ورأينا كيف أن شباب النجف وكربلاء والكوفة وغيرها هتفوا ضد كبار زعماء الميليشيات في تطور واضح يؤكد أن شباب العراق لم يعد يخيفهم أي سلاح رسمي أو غير رسمي، وأنهم مصرون على تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها، ومنها ضرورة تغيير وجوه كل السياسيين بعد عام 2003 ومحاكمة القتلة والمجرمين وسراق المال العام. لم يكن الجوكر رمزا معبرا عن التظاهرات العراقية، وهو لا يصلح رمزا لها أبدا، ما قال للكاتب رافد جبوري في صحيفة العربي الجديد. لم يحصل أي تبن أو تأييد من الحركة الاحتجاجية في العراق للجانب الشرير للجوكر، ولكن انفتاح هذه الحركة على الثقافة الغربية جعلها متصلة بالنزعات التي تحصل في العالم ومتفاعلة معها. أما الأطراف العراقية المتحالفة مع إيران فهي مثل إيران ومثل قوى كثيرة في العالم الثالث، تنظر بعين الريبة لكل الرموز الغربية، وقد أعطاها الجوكر عنوانا لكي تقود به حملاتها التشويهية ضد المتظاهرين. أصبح الجوكر الذي يمثل في الفيلم ثورة على الحضارة الغربية رمزاً لتدخل الغرب المزعوم في الاحتجاجات في العراق، وأصبحت كلمة الجوكرية جمع جوكر وصفاً يستخدمه معارضو الاحتجاجات وقامعوها ضد المتظاهرين. يوصف المتظاهرون بأنهم جوكرية وأتباع لسفارات الغربية التي لم يحصلوا منها ومن حكوماتها سوى على بيانات تأييد لم تصل إلى مرحلة الضغط الحقيقي على النظام السياسي العراقي بأن يتغير فعلا، لأن موقف الدول الغربية هو في الحقيقة مؤيد ومساند لذلك النظام. لم تكن احتجاجات العراق ثورة فوضوية تدميرية إجرامية على غرار ثورة الجوكر في نهاية الفيلم، فعلى الرغم من حملات الشيطنة التي شنتها أطراف عديدة في الحكومة والنظام السياسي في العراق والاتهامات التي انصبت على المتظاهرين واتهمتهم بالتخريب ونشر الفوضى، فإن الواقع أظهر غير ذلك. فما عدا استهداف مقر الأحزاب السياسية التي وضعت نفسها ضد التظاهرات، لا بل واستخدم بعضها العنف ضد المتظاهرين. من الواضح أيضاً أن استخدام الأطراف المعادية للتظاهرات لاسم الجوكر لم ينجح أيضاً، فقد تم التعامل مع ذلك بالسخرية والتجاهل، لكنه مع ذلك رمز مطروح ومتداول بين الطرفين. تركيا منذ الحرب العالمية الأولى للمرة الأولى تواجه صعوبات كبيرة مثل هذه، الغرب هو الغرب نفسه في موقفه، وروسيا هي روسيا نفسها التي لا تهتم بالاتفاقيات. الغرب وروسيا وإيران والعديد من الدول الأخرى الموجودة في سوريا حتى الأمس القريب. عن روسيا وتركيا والصراع على إدلب كتب توران قشالقشي في صحيفة القدس العربي.
ما يحدث في إدلب الآن يلخص طبيعة العلاقات بين الدولتين طوال القرون الثلاثة الماضية. تشترك الدولتان بوجود حالة من فائض القوة لديهما في وقت تدخل علاقتهما مع الولايات المتحدة بمرحلة فتور. وقد برز فائض القوة الروسية والتركية بشكل جلي برز في سوريا. الأولى أصبحت اللاعب العسكري الدولي الرئيسي، في حين أصبحت الثانية اللاعب الإقليمي الرئيس. وشكلت الأزمة السورية نوعاً من المفارقة في تاريخ العلاقة بين البلدين. اختلاف استراتيجي حيال الموقف من الثورة ومن النظام ومن مستقبل سوريا السياسي، غير أن هذه الخلافات الحادة وبفعل تعقد المشهد السوري بسبب كثرة الفاعلين الإقليميين دفعت الطرفين إلى الاقتراب من بعضهما بعضا وتقديم تنازلات متبادلة فرضتها مجريات الأمور. مشكلة روسيا أنها لم تنظر إلى تركيا من خلال موقعها الاستراتيجي في المنطقة بقدر ما نظرت إليها من البوابة السورية فقط. ومن هنا اعتقد الروس أن السماح الأتراكي بالبقاء في إدلب والحصول على أراض في ريف حلب الشمالي الغربي كفيل بإبعادهم عن الولايات المتحدة وأوروبا. لكن صناع القرار في الكريملين لم يدركوا أن موقع تركيا في قلب العالم يضعها على تماس مع قارات ثلاث، مما يجعل خياراتها واسعة جدا بحيث يصعب اختزالها في الشرق وحده أو الغرب وحده. الاستراتيجية التي يرسمها الرئيس أردوغان واضحة، تركيا قادرة ومستعدة لتحمل ثمن دورها التاريخي في سوريا، وعلى الروس أن يفهموا ذلك. التصعيد التركي بدا واضحا على الأرض من خلال ارتفاع أعداد الجنود الأتراك في سوريا من 1000 جندي إلى 10000 مع نحو 2000 مركبة عسكرية. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا لعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق علي صوفان والعسكري السابق وعضو الكونغرس حاليا ماكس روز، أكد فيه أن تهديد العنصريين البيض في الولايات المتحدة والخارج أكبر من تهديد الجهاديين. إن عدد المقاتلين الأجانب الذين سافروا للانضمام للحرب الأهلية في أوكرانيا وصل إلى ما يقرب من ضعف المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، وهو صراع ولد تنظيم القاعدة، والحكومة تدرك هذا التهديد. فحذرت إدارة ترامب عام 2018 من قيام مجموعة النازيين الجدد الأجنبية العنيفة بإنشاء علاقات مع تنظيمات في أمريكا. قال الكاتبان إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية ومن خلال جلسات الكونغرس وفي تقرير من مركز صوفان ورسالة إلى وزارة الخارجية موقعة من 40 عضوا في الكونغرس، قمنا بتوثيق وجود شبكة عالمية من العنصريين البيض المتطرفين تمتد عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. فالمنظمات البيض العنصرية تقوم اليوم بتنظيم نفسها بشكل شبيه بالمنظمات الإرهابية الجهادية مثل تنظيم القاعدة في ثمانيات وتسعينيات القرن الماضي، فهي تتجاوز الحدود القومية بأساليب تجنيدها ونشر دعايتها. وكما أن الجهاديين استغلوا الصراعات في أفغانستان والبلقان وسوريا، فإن العنصريين البيض يستغلون الصراع في أوكرانيا كمختبر وأراض للتدريب. ويؤكد الكاتبان أنه بالرغم من هذه التشابهات العميقة فإن القانون الأمريكي لم يواكب التهديد الجديد الذي نواجهه، فلا تزال المجموعات العنصرية البيض الدولية غير مصنفة بأنها منظمات أجنبية إرهابية. لم يتم تصنيف أي مجموعة عنصرية بيضاء بأنها تنظيم إرهابي أجنبي بحسب القانون الفيدرالي. هذا الامتناع يترك المؤسسة الأمنية الأمريكية مقيدة في جهودها لمكافحة هذه المجموعات وتصاعد العنف المتزايد الذي تمثله. ويفيد الكاتبان في مقاليهما إلى القول إن الإرهاب هو الإرهاب مهما كان في داخل العقول المريضة لمرتكبيه من تبريرات. يطالب الديمقراطيون في الكونغرس بفرض عقوبات على أمير الحرب خليفة حفتر وسط مخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت متسامحة معه لأنه يواصل هجومه الذي استمر عدة أشهر على طرابلس. وأشار تقرير لموقع المونيتور إلى أن مجموعة فاغنر مصنفة بموجب قانون خصوم أمريكا،
ونقل الموقع عن مورفي قوله إن المجموعة تتعامل بوضوح مع حفتر. بعث مورفي برسالة إلى وزير الخارجية مايك بامبيو يطلب فيها ملخصا شاملا للجهود الأمريكية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا مع شرح مفصل للعلاقة بين حفتر ومجموعة فانغر. تستفسر الرسالة أيضا عما إذا كانت هذه العلاقة يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات إلزامية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يفرض عقوبات ثانوية على أولئك الذين يجرون صفقات كبيرة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين. ورفض مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية من بينهم مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شانكر مناقشة ما إذا كانت إدارة ترامب تفكر في معاقبة حفتر، ولكنهم أشاروا إلى أن الولايات المتحدة ستشارك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا. وأكد المونيتور أن سيناتور بوب منيندز وهو ديمقراطي من نيوجيرسي قد هدد بالبدء في تعليق ترشيحات ترامب في لجنة العلاقات الخارجية إذا لم تبدأ وزارة الخارجية في تطبيق العقوبات ضد حفتر. وأشار التقرير إلى اتهامات العديد من المشرعين الأمريكيين بمن فيهم السيناتور تيم كين اتهامه لإدارة ترامب بأنها ترسل رسائل مختلطة بشأن ليبيا، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة انضمت إلى روسيا في العام الماضي لمنع قرار مجلس الأمن الدولي المدعوم من بريطانيا والذي ألقى باللوم على حفتر في غارة جوية على مركز اعتقال للمهاجرين الأفارقة. عجوز ياباني رقيق لم تتبقى في فمه سوى سن واحدة لكنه يؤمن بأهمية إطلاق الابتسامات. ذلك الرجل أصبح أكبر معمر في العالم بعدما بلغ 112 عاما و344 يوما بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الرجل هو تشيتسو واتانابي، هو من مواليد مدينة نياغاتا الساحلية شمالية اليابان عام 1907، وتلقى قبل أيام شهادة استحقاق من جينيس في دار الرعاية التي يقيم فيها في المدينة. الرقم القياسي السابق كان مسجلا باسم ماسازو نوناكا وهو ياباني أيضا وتوفي الشهر الماضي. من المفارقات أن أكبر معمرة في العالم من اليابان أيضا وتدعى كين تاناكا وتبلغ من العمر 117 عاما. وتنابي هذه الأيام يقضي وقته في دار الرعاية ويعشق تناول الحلوى مثل الكاسترد وفطائر الكريمة المخفوقة. وقالت جينيس إن واتانابي تزوج سيدة تدعى ميتسو وله 5 أطفال. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عاد واتانابي إلى نينياغاتا وعمل موظفا حكوميا هناك حتى تقاعد. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.